وأولى فقراتنا لليوم حنروح فيها للمساحة الطبية، وضمن فقرتنا لليوم رح نحكي عن الجلطات اللي عم تصير، عم تصيب الشباب بشكل كتير كبير وبشكل مفاجئ. مبدئيا خلينا نقول انه الوفاة بسبب الجلطات والأمراض القلبية هي عم تكون وحسب دراسات طبية السبب الأول للوفاة. اليوم ضمن الظروف اللي عم نعيشها، إن كان اقتصادي يعني إن كان أخلاقي يعني إن كان اجتماعيا، يعني اليوم هدول القصص كلها عم تأثر على صحتنا. هذا الجسد اللي ربنا وهبنا إياه أمانة عنا للأسف، يعني الجميع اليوم ما في حدا مستثنى، أنه نحن اليوم في كتير إهمال بسبب ظروف الحياة بسبب ضغوط العمل، يعني عم بيكون في إهمال، التوتر بشكل عام، الأجواء العامة، الحروب، كلها عم تساهم على تأثير النفسية على الشخص، وبالتالي كتير عم نسمع صرنا بجلطات عند الشباب. شو هي أهم الأسباب وطرق العلاج، وهل اليوم نحن قادرين عن جد نروح لطرق الوقاية لنقدر نحمي أنفسنا ونحمي قلبنا من الإصابات بجلطات الشباب؟ معلومات كثير مهمه حخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الدكتور ايمن كشتو، اخصائي في الامراض القلبيه والوعائيه. سعد صباحك حكيم. اهلا وسهلا فيك. سعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا فيك. يعني بالاونه الاخيره كثير انتشرت الجلطات وخصوصا بسن الشباب، يمكن حتى في اشخاص بسن الطفوله بتصيبهم هالشيء، بس بجوز تكون حالات نادره، خلينا نقول الرياضيين يمكن كمان عم بتصيبهم هي الجلطات. خلينا بدايه نعرف شو هي الجلطه القلبيه. هلا اي انسداد او نقص بالترويه على اي عضو من اعضاء الجسم رح يؤدي لخلل بعمله. فالقلب كعضله بحاجه من الاكسجين وحاجه من الدم لحتى تقدر تنقبض العضله بشكل جيد ويعني توزع الدم لباقي الجسم. فاي انسدادات بهي الشرايين او تضيقات رح تؤدي لعمل القلب. ممكن انه يصير في عندنا نحن انسداد تام وانقطاع التروية عن جزء من العضلة القلبية، وهذا بنسميه الاحتشاء العضلة القلبية. يعني هو انسداد تام بأحد الشرايين القلبية وانقطاع التروية بشكل نهائي عن جزء من القلب وتوقفه عن العمل. هي باختصار هي الجلطة القلبية. تمام. الجلطة القلبية عند الشباب هي اللي بنعتبرها بين عمر 20 و45. كان هذا اخطر شيء بيقولوا بتحكي عليه بالنسبه للاطفال، بيقولوا اخطر شيء بعمر قبل 40، يعني بتكون ممكن تكون قاتله للشاب. هو دائما الاحتشاء العضله القلبيه عند الشباب بتكون اختلاطاتها اشد، والسبب بيعود لوجود عدم وجود الترويه الجانبيه كولاترال برفيوجن اللي بنلاقيها عند كبار السن. نعم. المريض المتقدم بالسن عاده بيكون في نقص ترويه مزمن على هي المنطقه. فممكن انه هي المنطقه تبعت مثل انزيمات وتاخذ ترويه من المناطق المجاوره. نعم. وتقدر تحصل على ترويه من شريان ثاني، فاذا سكر الشريان بشكل نهائي ممكن تاخذ قسم من ترويته من الشريان من الجانبي، بينما هاي الشغله ما أنا موجوده عند الشباب. لهيك عاده بتكون الاختلاطات اشد. هذا يمكن تفسير العلمي لوجود اليوم بشكل كتير كبير عند الشباب. طيب حكيم، حكينا عن الجلطة القلبية شو هي تعريفها بشكل أطبي. اليوم الشباب اللي عم ينصابوا بهي الجلطة، هل في أعراض تسبق أو تنذر أنه ممكن يكون هذا الشاب عنده استعداد لحدوث جلطة؟ هل ممكن يعطي إنذارات لأهله للأشخاص اللي حواليه؟ أو ممكن نحن بنعرف أنه خلص إذا أدت للوفاة، يعني هي أصلاً ما في يعني أجزاء من الثانية بيكون الأمر قضى يعني. خبرنا اليوم عن الأعراض. هلأ بالحقيقة ممكن يكون في أعراض تسبق أسبوع من حدوث الاحتشاء، اللي هي ممكن أنه المريض يشكو من وجع صدر عم يصير عنده على الجهد، يعني ممكن على صعود الدرج أو حمل شيء ثقيل، أو ممكن أنه يصير في عنده ألم ضاغط على كل الصدر. هذا الألم ممكن بيستمر عادة ربع ساعة ثلث ساعة، ترافق مع تعرق، مع غثيان، ممكن اقياء، تنميل بالايد اليسار، اللي هو الالم الكلاسيكي لنقص الترويه سواء عند الشباب ولا عند الكبار بشكل عام. عم نحكي ممكن انه ما هي الاعراض تكون سابقه. والشيء اللي كمان عم يزيد الخطوره عند الشباب هو التاخر بالتشخيص. يعني شاب عم يشكي من الم صدر، يعني عمرك 25 سنه، يعني انه هي تشنج عضلي هيك بتلاقي، يعني حتى ممكن الكادر الطبي يوقع بهذا الفخ. نحن دائما بنعتبر انه اي الم قلبي لازم تخطيط قلب لحتى ننفي هذا الموضوع. هلا في الشباب اللي ممكن يكونوا اكثر عرضه لهذا الاحتشاء هن اللي عندهم عوامل خطوره. عوامل الخطوره طبعا اخطرها واشدها هو يعني التدخين، واللي بنلاقي
نسب المدخنين عم تزداد، وحتى كمية التدخين عم ترتفع أكثر يعني. صحيح. وكل صراحة يعني أساليب التوعية كانت فاشلة برأيي أنا، لأنه نسب التدخين كانت عم ترتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، خصوصا كمان عند النساء. بس يعني التوعية موجودة عند كل الأشخاص حكيم، يعني كل حدا مدخن بيعرف. هلا لازم نضل عم نحاول، يعني بنضل عم نحاول. بس خلينا نركز على الأعراض. ذكرت حضرتك أنه التعرق، وجع الصدر، ممكن يكون في إنذار قبل بأسبوع، هل هو العرض الوحيد؟ اليوم أنت عم تحكي عن عرض ممكن يتشابه مع حدا مدخن شره بالتدخين، يعني اي حدا اليوم بدخن بيطلع درج بيعرف يقول لك انا انقطع نفسي ما قدرت كفي. فهذا العرض هل هو مشترك بين، او ممكن طبعاً اليوم يكون التشخيص بسبب، يوقع الدكتور بفخ التشخيص؟ طبعا الموضوع عند الشباب شوي فيه صعوبه وتحدي يعني. هلا بس نحن بنحط بعين الاعتبار مثلا انه هذا الشاب شو عنده عامل خطوره، يعني مثلا اخواته كلها صايرين عنده جلطات قلبيه، فنحن بنخاف اكثر على هذا، واي زله تنفسيه واي الم صدري بناخذه بعين الاعتبار. نعم. ما بنهمله ابدا. عنده سكري من كم سنه، عنده ارتفاع توتر شرياني، في عنده ارتفاع بقيم الكوليسترول، كل هاي شغلات بتخلينا حتى اذا الشاب عم يشكي من زله تنفسيه خفيفه لا نحطها بعين الاعتبار ونعامله معامله باهتمام اكبر يعني. دكتور خلينا نحكي عن انواع الجلطات، اكيد في انواع كثير للجلطات، وشو هو النوع الاكثر شيوعا لفئه الشباب اللي عم بيصير فئه الشباب؟ هلا هي الجلطات القلبيه اللي عم ترتفع نسبها بهي الفتره، هي الجلطه القلبيه اللي بتكون بسبب تمزق العصيده وتشكل خسر مكانها وانسداد مكان الشريان. ولكن في انواع ثانيه مثل ما تفضلتي، ممكن في بعض أدوية مخدرة بتسبب تشنج شديد بالشرايين. تشنج ممكن يكون معند مزمن يؤدي لانقطاع التروية على جزء من القلب وبالتالي حدوث احتشاء. بس هو الشكل الأشيع اللي نحن عم نلاحظه وعم يزداد هو التصلب العصيدي اللي عم يصيب شرايين القلب، اللي بيحتاج كذا سنة لحتى أنه يتشكل، وبعدها تمزق العصيدة وتشكل خسارة. شو معنى هذا المصطلح دكتور؟ يعني خلينا نوضح أكثر اليوم. التصلب العصيدي هو أخطر مرض بيصيب الشرايين وشرايين الجسم بشكل عام. أنت عندك الدخان فيها مواد ممكن تأذي بطانة الشريان، مثل مواد خلينا نسميها مخرشة للشرايين من جوا. فهي التخريش رح نعتبره مثل جرح صغير ببلش عملية التهابية جوا الشريان. هلأ هي العملية ممكن أنه الضغط، ارتفاع أرقام الضغط فبشكل كمان أذية فوق الدخان، أرقام السكر، ارتفاع الكوليسترول، بتبلش عنا تتشكل وتترسب الكلس والكوليسترول والشحوم عند الشريان تحت بطانة الشريان، وهذا بيؤدي إلى يعني تضيقات. هذا التضيق يكون 10%، 20%، 30% لحد ما نوصل مثلا ل 70-80% أو حتى 90%. هون هي أرقام بتؤدي لنقص تروية، بس ما اسمه احتشاء، هذا اسمه نقص تروية. نعم. هلا نتيجة تشنج الشريان أو نتيجة تمزق، ممكن إنه تتمزق جزء من العصيدة. يعني ممكن يصير في جرح كبير بالشريان. كالعادة بتجي الصفيحات لتيجي تسكر هذا الجرح. فبيتسكر مع الشريان بشكل كامل. ليك نحن بنضيف الأسبرين لمنع التصاق الصفيحات. مميع. طبعاً. نعطيه بجرعات عالية ونعطيه مميع تاني معه، مو بس الأسبرين، لحتى نمنع حدوث هاي الخسارات مكانها. طيب دكتور اليوم الأسباب كثيرة، يعني احنا اليوم ما فينا نراهن على سبب واحد، وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها، ذكرنا بالمقدمة الظروف الاقتصادية، ضغوط الحياة، الضغوط الاجتماعية، المحيط اللي حواليك، والأجواء العامة، يعني الشيء اللي مرقنا فيه والشيء اللي عم نشهده هلا، هذا الشيء كله له تأثير سلبي على نفسية الإنسان. خلينا نربط بين الحالة النفسية عند الشباب والجلطات القلبية، قد ايه نحن فينا اليوم نعطي نسبة انها تكون سبب؟ هلا والله تعتبر من اهم الاسباب اللي بتعادل تقريبا نسبة التدخين، يعني معدلات التوتر، معدلات الاكتئاب والشده النفسيه اللي بترفعنا نحن كعلميا، بترفعنا مستويات الكورتيزول ومستويات الادرينالين، هي يعني ارتفاعها ولفتره طويله هي راح تؤدي لارتفاع ارقام السكر، لارتفاع ارقام الضغط، وكمان ارتفاع ارقام الكوليسترول، بالتالي صار تحصيل حاصل، هذا راح يؤدي لامراض القلبيه الوعائيه. فهي مرتبطة بشكل مباشر، والشدة النفسية ما بتقل أهمية عن باقي عوامل الخطورة، وبصراحة بتحتل يعني بتينا مرتبة ضمن الظروف اللي عم نعيشها، رح نعتبرها المرتبة الثانية بعد التدخين يعني.
تدخين وحالة نفسية صار الوضع تمام. مع بعضهم كمان يعني عم ترتفع النسبة، يعني ما في عنا إحصاءات دقيقة بس الأرقام فعلا مرتفعة بشكل كتير كبير. طب دكتور، ذكرنا أنه التدخين والضغوط النفسية، هل في روتين حياة ممكن يكون خاطئ، نمط غذائي، هل السمنة الزائدة أحيانا بيقولوا أنه هي لها علاقة بالجلطات؟ كمان مثل ما تفضلتي نمط الحياة كتير له دور كمان، سواء عند الشباب أو عند كبار السن، له علاقة كمان بالأمراض القلبية الوعائية وباقي الأمراض. يعني هلا البدانة مرتبطة بشكل مباشر كمان بارتفاع معدلات الأمراض، سواء الضغط أو أرقام السكر أو نقص التروية. كمان جزء من يعني نمط الحياة الحديث اللي ما في كثير رياضة، كمان هذا كثير عم يأثر بصراحة، الضغوط يعني اللي عم تصير، فقلة الرياضة كمان إلها دور بشكل كثير كبير على هذا الموضوع. نمط الحياة الغير صحي اللي عم يتجه نحو أغذية يعني غير صحية، وجبات سريعة ما فيها الفيتامينات والمعادن اللي نحن بحاجتها، الخضرة والفواكه المهيئة يعني لازم ناكلها ما عم نبتعد عنها، فهي الشغلات كلها كمان عم تأثر بصراحة. خلينا نروح اليوم نحكي عن فئة الشباب. اليوم في عنا أشخاص عندهم مؤهبات وراثية كتير قوية، يعني اليوم تلاقي الشاب الأم أو الأب عندهم سكري، عندهم ضغط، وعندهم أمراض قلبية. هل إذا كان هو عم يتبع نظام صحي سليم، هل كان إذا حدا ما نو مدخن ممكن يكون عرضة لهي الإصابة؟ هلأ عرضة طبعا، ولكن النسبة بتخف كتير، وحتى ممكن إذا لا سمح الله ممكن أنه يصير عنده احتشاء، رح يكون أخف من لو كان عم يدخن، لأنه الوراثة إلها دور. يعني نحن ممكن نشوف احتشاء عضلة قلبية عند شاب غير مدخن، ما عنده أمراض، ما عنده سوابق، فيعني الجواب أنه ممكن، طبعا ممكن. طيب شو هي الأمراض اللي ممكن تساعد على حدوثها عند الإنسان؟ هلأ هو في شغلة كثير مهمة هلأ بسؤالك تذكرتها، نحن دائما مفكرين انه الضغط والسكر ببلش بعمر الخمسينات وارتفاع الكوليسترول، لا بالحقيقه هو بلش بالثلاثينات، ولازم من هلا نبلش ندور عليهم ونعالجهم، خاصه بهذا الوقت دكتور. طبعا ما في رهان ابدا على الوقت اللي انت ممكن يصيبك ضغط او جلطه او سكري. هلا نحن كمان عم نلاقي صعوبه، مثلا شاب عمره 33 34 سنه ضغطك عم يطلع، لازم دواء. لا يا دكتور انا صغير بالعمر ما لازم ندواء. فارتفاع ارقام الضغط عم تصير بالثلاثينات، وارتفاع ارقام السكر والشحوم، وهي بدها علاج. هلا عدم علاجها مع وجود قصه عائليه هون يعني الخطر بيتضاعف كثير. فأكيد الوراثه لها دور، وكمان نمط الحياه له دور. تمام. والامراض عوامل الخطوره. ذكرت ارتفاع الضغط دكتور، في اشخاص كمان بيصيبهم هبوط ضغط حاد، يا ترى اي هو الاخطر، هبوط الضغط ام الارتفاع ام الاثنين بنفس المرتبه؟ في عندنا عديد من الاشخاص ذوي الضغط المنخفض، هو هيك طبيعه جسمهم، اكثرهم من النساء، هدول ابدا ما في خطوره على الاطلاق بالنسبه للامراض القلبيه الوعائيه على الاطلاق، بس يعني نحن بننصحهم انه لازم يشربوا مياه بشكل كافي مشان بس ما ينزل الضغط اكثر من هيك، يعني ارقام ضغط 9 10 هي تعتبر طبيعيه خصوصا عند النساء، بس نحن بنحاول ندور انه في اسباب، لا سمح الله في فقر دم، في مشاكل تانية، إذا ما في لا هذا يعتبر ما عنده أبداً مشاكل. طيب دكتور، قبل ما نروح لطرق العلاج والوقاية، اليوم أي حدا فينا معرض أنه يكون هو بهذا المكان، أو حدا إنسان موجود بنفس المكان تعرض لجلطة مفاجئة، التصرف الأول الصح بعيداً عن الأخطاء الشائعة؟ أهم شغلة إجراء تخطيط القلب، يعني هو محور التشخيص بصراحة بتخطيط القلب. نحن حتى إذا تخطيط القلب طبيعي ممكن أنه نقوله للمريض بدك مراقبة، نعم، لأنه في حقيقة بتخوف أنه ممكن التخطيط يطلع طبيعي ب 25% أول كم ساعة من الاحتشاء، لهيك نحن أوقات بنضطر أنه نراقب المريض. فأهم إجراء هو في حال وجود ألم صدري هو تخطيط القلب، وطبيب القلبية من خلال شرح المريض للألم الصدري اللي له ممكن أنه يحدد، يعني الألم الموضع مشان ما نخوف المشاهدين كثير، الألم الموضع عادة ألم غير قلبي. أنه دكتور إجتني نخزة، نخزة ضلت ثواني وراحت، لا أنا هي ما بعتبرها، ما بخاف منها. إجتني نخزة وعم تتأثر إذا حركت مثلا حركة الذراع أو عند الشهيق العميق أو عند السعال، هذا نحن بنصح له ألم جداري. نحن عم نحكي عن جهة واحدة أو منتصف حتى الصدر. ممكن يكون بجهتين. يعني في مرضى أنه ألم فوق القلب، طيب هذا ألم عضلي صاير. بس نحن بنطمن اكثر بالتخطيط. صحيح. بس الم بيزداد بالشهيق، الم بيزداد بحركه الذراع،
أو عند السعال، هذا ألم الحقيقة ألم جداري نحن بنصح له، ما كثير بيخوفنا، بس نحن لازم نطمن أكثر بإجراء تخطيط القلب. فالقصة السريرية هي ضرورية بصراحة مع تخطيط القلب لنقدر نحدد إنه هذا المريض بده متابعة ولا لا، منطمنه خلاص أمورك كويسة وما بدك شيء أبدا. تمام دكتور، خلينا شوي نحكي عن مراحل الوقاية. مثل ما ذكرت شوية أنه الضغوطات النفسية والتدخين، لكن هنون الاثنين مرتبطين ببعض، يعني كتير أنه أشخاص وقت بيتضايقوا نفسيا بيصير عندهم ضغوطات بيلجأوا للتدخين بشكل أكبر، أو مو كل الناس عندها وعي أنه بتقلك لا التدخين ما له علاقة، في ناس عندها ارتفاع ضغط كبير معرضة لهذا الشيء، في عندها تحذيرات من قبل الطبيب أنه تخفف أو تبعد عن الدخان أو عن هي الضغوط النفسية، فما بتقدر. اليوم لأي حد فينا نوقي حالنا من هي القصص؟ هلا بصراحة يعني أسوأ طريقة لمعالجة التوتر هو التدخين، لأنه عم يجمع يعني عاملين خطر كتير كبار مع بعضهم، رح يؤدوا لأمراض مو بس الاحتشار، أمراض قلبية، يعني أمراض وعائية عديدة. يعني دكتور أيمن اليوم حاطط العنوان الأساسي لفقرتنا التدخين وأضراره على الصحة النفسية والقلبية. يعني بالحقيقة هو لأنه أهم سبب خصوصا عند الشباب. يعني هو الدخان والتوتر بصراحة كتير هن سببين رئيسيين لهذا الموضوع ولازم نعالجهم. هلأ بالحقيقة إذا المريض ما عم يقدر يسيطر على نفسه على التوتر، ممكن نلجأ لعلاج دوائي، ممكن نلجأ لمهدئات خفيفة تحت إشراف طبي، ما في مشكلة. طب ضمن هذا الموضوع علاجيا دكتور كيف تتصرفوا اليوم من ناحية التوتر؟ إذا المريض ما قدر يسيطر على نفسه نحن ممكن نكتب مهدئات خفيفة، ممكن أنه تساعده على تخفيف هاي الحالة. ما بدنا نحن التوتر يأثر على أرقام الضغط والسكر لأنه هون مرتبطين بشكل مباشر، وما بدنا يصير يدخن كتير. فنحن إذا في توتر ممكن نعالج التوتر تمام لحتى ما يعني مثلا يدخن كتير أو يؤدي لارتفاع أرقام الضغط والسكر عنده. طيب دكتور خلينا بس أسألك عن الإسبرين اليوم. ما بدنا نقول هو خطأ شائع، يعني بعض الأطباء أكدوا أنه مفروض اليوم أي حدا بعد سن الثلاثين أو الأربعين يروح لأخذ الإسبرين 81 كمميعات دم، يعني لا وقائيا هل هذا الشيء طبيا صح؟ هل نحن اليوم مفروض نتبع هاي النصيحة أو لا لازم يكون في استشارة طبية؟ هلأ إضافة الإسبرين وقائيا تغيرت كثير القواعد تبعه من 2019، ما عاد ينعطى بناء على عمر أو على جنس معين. لا نحن في عنا عوامل خطورة للمريض، ممكن أنه نتوقع أنه يصير عنده الأمراض القلبية الوعائية ونسبتها، وبناء عليها نأخذ قرار إضافة الأسبرين. يعني مريض حتى لو كان عمره 30 سنة، أخواتي كلهم عندهم جلطات قلبية، مدخن وعنده ضغط وسكر، لا ممكن أنا أعطيه الأسبرين وقاية له. دكتور بيعطيه؟ طبعا لكن طبعا. أما ممكن يكون شخص أكبر من هذا العمر وسيدة لا عندها ضغط ولا عندها سكر وعمرها 45 أو 50، ماني مضطر أن أعطيها الأسبرين وعرضها للآثار الجانبية للأسبرين من دون ما يكون في له فائدة. يعني الأسبرين هو دواء رئيسي بصراحة بالوقاية وبالعلاج، ولكن كمان ما فينا ننسى أنه هو كان أكبر سبب للنزف الهضمي اللي صار أو النزوف. طب دكتور بالنسبة للأطفال، هل في أطفال بس يمكن قليل اللي بيصيبهم جلطات، هل هو عامل وراثي أو ممكن يكون في أطفال بيجوا معهم فتحة بالقلب؟ هلأ الاحتشاءات عند الأطفال واردة نادرة الحمد لله رب العالمين، وأسبابها ممكن تكون أمراض مثل الكاوازاكي، ممكن يكون سببه تشوه بالشرايين الكليلية مو الفتحات. عادة الفتحات غير سبب لحدوث الجلطات القلبية، ولكن علاقة. تشوه الشرايين القلبية يعني عوض ما الشريان ينشأ من مكانه الطبيعي من الجهة اليسرى ممكن أنه ينشأ من الجهة اليمنى، فبالتالي ممكن أنه يسلك طريق أطول وممكن أنه ينضغط من الأوردة ويؤدي لمشاكل أو حدوث وفيات. طيب تفضل. الله دكتور كنت أسألك عن نقطة كتير مهمة. أحيانا كتير أشخاص يعني موجودين معنا بمجتمعنا بالمحيط عنا بيقولوا أنه نحن أنا صابني وجع كتير كبير، حسيت في تنميل براسي وجع بصدري، بعدين صار عندي رعاف دم من أنفي. هاي الحالة ممكن نحن نعتبر أنه كان في حدوث للجلطة، يعني انفدت بهذا النزف الأنفي أو لا؟ بعيدا نحن عم نحكي اليوم عن ضغط. لا هذا اعتقاد خاطئ. يعني الرعاف له أسباب عديدة، ممكن تكون تحسسية، ممكن ارتفاع الضغط. فنحن عادة اللي بصير عنده مع ارتفاع التوتر الشرياني ممكن أنه نشاهد عندهم رعاف،
بيكون عادة ممكن يعني ياخذ دكتور. بس هلا هي ما لها علاقة ابدا بالجلطة لا الدماغية ولا القلبية. ما لها علاقة بشكل مباشر. ممكن يعبر لنا عن يا اما مشاكل بمخاطيط الانف او ارتفاع بالتوتر الشرياني. بس بالحقيقة ما له علاقة ابدا بموضوع الجلطة القلبية او الاحتشام. دكتور هيك بدنا نصائح منك. كثير الناس بتعتقد انه الجلطات بتصيب فقط كبار السن، لكن مثل ما عم نلاحظ بالفترة الأخيرة كمان فئة الشباب. نصائح أخيرة منك لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا. هلا بصراحة والله مثل ما فضلتوا بالبداية يعني الصحة هي أمانة يعني لازم نحافظ عليها. يعني الأمراض القلبية الوعائية عم تزداد بشكل بيخوف، وهي عم تشكل تكلفة كتيرة على المجتمع بصراحة. إجراءات القسطرة والشبكات كتير مكلفة. يعني لازم نحن يكون في عنا توعية أكثر. التوتر إذا ما قدرت تسيطر عليه ممكن إنه الدكتور يلاقي لك حل لهي المشكلة. أي والتدخين كمان لازم نحن نحاول قدر الإمكان نخففه. نمط الحياة ضروري. صارت يعني هذا الحكي صار معاد يعني وغير منفذ دكتور. اليوم الظروف يعني لازم الرياضة، لازم الأكل الصحي. يعني بالحقيقة لازم نحافظ على صحتنا أكثر. الشغلة الثانية والأهم لا تستهين بأي ألم صدر. معلش اعمل تخطيط قلب وطمن من دكتورك أفضل، يعني تحمي حالك من مشاكل كثير كبيرة. أكيد دكتور، وخاصة وقت اللي عم نحكي نحن عن جلطات الشباب اليوم، يعني عناوين حنلخص فيها فقرتنا مع حضرتك لليوم هي خطر التدخين، العوامل الوراثية، الوقاية الغير صحيحة، التوعية الغير صحيحة. يعني نحن اليوم بجوز رغم كل الضغوط اللي عم نعيشها نحن قادرين نحافظ على سلامة أرواحنا وقلوبنا ولو بجزئية، يعني ولو بجزئية. طبعا اللي قصة مو تنظير اليوم، بجوز أنا خلص هوا وأطلع أعمل كده بالغلط. يعني دكتور اليوم في شيء هيك حابب تضوي عليه قبل ما نودعك؟ لا والله في نقطة حابب هيك تضوي يعني عليها؟ تدخين. أكيد هلأ يعني الأخبار وال يعني كتير عم تكون موترة لنا كتير. تماما. يعني لازم نحاول قدر الإمكان نخفف من كمية الأخبار اللي عم خاصة هلأ صراحة. أي والله لأنه إلى دور سلبي بتخلي الواحد يفوت به هي التوتر. قديش اليوم هالصور عن جد مؤذية هالأخبار؟ أكيد مؤذية، وأكيد هي إلى دور بارتفاع هالمشاكل هي اللي عم تصير معنا. أكيد بدنا نتشكرك دكتور ونتمنى السلامة للجميع. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.